هنتكلم كمان على فعالية من الفعاليات اللي شايفينها على مدار اليوم على فكرة كمان هناك في مهرجان العالمين. طول ما احنا قاعدين كده بنشوف الباراموتور وبنقعد نفكر هي ايه الرياضة دي؟ هي الناس دي بتطير ازاي كده؟ الباراموتور ده زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة فرصة انك تستمتع بتجربة رائعة رائعة مثيرة فوق سماء العالمين. وعلى فكرة علشان انت تجرب التجربة دي مش لازم تكون يعني انت متمرسها او مش لازم تكون هي الرياضة اللي انت بقالك سنين بتمارسها، لا في حد بيعلمك بيكون متواجد معاك وفي الفعاليات بتاعة الباراموتور متواجدة على مدار مهرجان العالمين كله. وزي ما انتم شايفين الموضوع في قمة الروعة والمتعة وانك انت تستمتع بلحظات جميلة جدا جدا جدا، غير ان الناس اللي قاعدة تحت بيستمتعوا بالمشهد الجميل ده، لا كمان اللي بيفكر ان هو يخوض التجربه بيشعر بشعور مختلف تماما. ودي من اجمل الحاجات المتواجده السنه دي في فعاليات مهرجان العالمين الجديده. فعاليات الكارتينج كمان ومن حاجات الجميله قوي 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 هي سباق السيارات. سباق السيارات المفتوحه لمحبي السرعه والمغامره كانت متواجده في فعاليات امبارح وهتكون كمان متواجده النهارده برضو في فعاليات اليوم الخميس باذن الله. وده من الحاجات اللذيذه والممتعه اللي يقدر يمارسها افراد العائله.